الراديو 90-90 هواها مصري. الأوسكار، ليه مصر ما خدتش أوسكار برغم أن تاريخها السينمائي أكتر من 120 سنة؟ تمام. وكانت رائدة في السينما طبعا. وكانت متقدمة جدا يمكن أكتر من الولايات المتحدة وانتقلت هي أو يعني تقدمت، كانت هي وفرنسا رقم واحد في السينما في العالم. تمام. وكان عندنا، معلش هستفيد، كان عندنا ممثلين عالميين طبعاً. محمود المنيجي اللي كان مفترض ياخد حتى أوسكار عن دوره في فيلم الأرض. إيه العوائق أو إيه الموانع اللي بتمنع أو اللي منعت السينما المصرية في الحصول على جوائز أوسكار على مدار تاريخها؟ تنهيدة جامدة جدا من الأستاذ مصطفى عز الدين. تنهيدة أسى، حاجة مش لطيفة طبعا. ان نتسأل السؤال ده احنا كفنانين او كسينمائيين. العوائق لو قلنا كتيرة، بس هنرجع بالعائق المهم جدا جدا واللي ممكن يزعل ناس او ما يزعلش ناس، هو المنتج. يعني المنتجين زمان كانوا بيهتموا بصناعة نجم، بيهتموا بصناعة مخرج، بيهتموا بصناعة فن. ما اعتقدش ان ده بيتم برضو في الثلاثين او الاربعين سنة اللي فاتوا. احنا في النازل زي ما بيقولوا. حاجة تتكلم عنها دلوقتي، لكن بداية السينما المصرية كانت بداية قوية جدا. هم نتكلم احنا كنا بنروح كان بس يعني شباب امرأة كان في كان، يوسف شين كان في كان، حاجات يوسف شين كتير كانت في كان. لكن جائزة الأوسكار، ما أنا يصعب علي يعني أن الهند تتقدم علينا، إيران تتقدم علينا في جوائز عالمية كتير جدا جدا. ويمكن تحديدا لو ذكرنا إيران والسينما الإيرانية هنلاقي ان هم عندهم عوائق اكتر مننا بكتير جدا جدا جدا. صحيح. نحط تحت كلمة جدا كذا خط. صحيح. ومع هذا قدروا بالعوائق ديت والقيود ديت ان هم ينطلقوا بالفن والابداع لمجالات احسن مننا بكتير جدا جدا. عايز اقول ان احنا في كتير جدا من السنين اللي فاتت احنا كنا نتملي بنبص للسينما اللي برانا وبنقلدها في كل حاجة، حتى قصص الأفلام. ده في حد ذاته مش هيوصلنا لأي شيء. صحيح. أيا كان. صحيح. كويس. إلا إذا كان في تعبير عن الشخصية المصرية كلها. يعني أنا برضو بستغرب من شكل الإضاءة اللي بقى متغير جدا جدا جدا، اللي هو ما بينمش عن شخصيتنا. صحيح. وبيتنا والكافيه اللي بنقعد فيه تفهمه. يعني النور الشمس عندنا في مصر غير الشمس في الهند، غير الشمس في امريكا، غير الشمس في اسبانيا. شكلها كويس. مش ممكن اكون بقلد نور مش عندنا، مش بتاعنا، مش عينينا شايفاه. يعني انا مش شايفه خالص اللي انت بتقوله. يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي على الاضاءه المعبره عن الشخصيه المصريه. عدى قدامي صور فيلم ام العروسه. يعني الفيلم ده كان معبر عن الطبقه المتوسطه اضاءه طبعًا. وفنا وكل حاجه طبعًا. يعني وحضرتك كمان واحنا بنتكلم بره كنت بتقول لي انه استفدت جدا من تجربتك في التلفزيون، ان هي خلتك تستخدم الاضاءه الطبيعيه كتير. الافلام التسجيليه والوثائقيه دي بتوديني اماكن يصعب على اي مدير تصوير انه يكون معاه امكانيات ان هو يصور بيها، ان كان جنريتور عشان ينور اضاءات او اضاءات كبيره عشان ينور بيها. فبيستغل النور الطبيعي علشان يطلع صوره ليها المعنى اللي اتكلمنا عليه برضو من شويه. فالنوع ده من الافلام الوثائقيه والتسجيليه خلاني اشوف بطريقه تانية، وبحاول جاهدا جدا لانها بتبقى صوره اقرب بكتير جدا للي بيشوفه البني ادم في بلدنا. فبحاول جاهدا ان انا استخدمها
في السينما وفي الفيديو في المسلسلات الى حد كبير جدا ببقى محتاج ناس كتير جدا يساعدوني عشان اخد اللحظه، لانها لحظه اضائيه. صحيح. لان الشمس انا مش ملكه. صحيح. الشمس بتبقى ليها زمن وبتتحرك. صحيح. هي بتتحرك، فبعايز حد يلحقني اني الحق اصور اللحظه ديت. ساعات بلحق وساعات كتير جدا ما بلحقش. ما بتلحقش، تضطر تستنى لليوم التاني؟ لا بضطر، ما فيش حد يقدر يخليك في مصر تضطر يوم تاني ويوم تالت. الكلام ده كان زمان ايام ما عايز فاهم، ايام موميا وايام ما كان في انتاج يعني فاهم ان ايه المعنى من النور.